السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي. النهاردة ان شاء الله كلامنا عن الزيرو كونديشنال، يعني حالة اف الصفرية. بشكل ما احنا عارفين يا حبايبي ان اف دي معناها اذا او لو، تاني اف معناها اذا او لو، ودي بنسميها اداة شرط، يعني بتربط بين فعلين اتنين. الفعل الاولاني بقول عليه فعل الشرط، والفعل التاني بقول عليه جواب الشرط. يعني لما الفعل الاولاني يحصل حبايبي، الفعل التاني هو كمان بيحصل او ما يحصلش. اذا الفعل الثاني ده مبني على الفعل الاولاني. طبعا حاله اف الصفريه حبايبي بتقول لي ان اف بيجي وراها present simple، يعني مضارع بسيط، والجمله الثانيه برضو بتبقى present simple، يعني مضارع بسيط. ليه؟ لان الحاله دي حبايبي بتعبر لي عن حقائق وعادات. ثاني حقائق اللي هي facts وعادات habits. ثاني اف الصفريه مضارع بسيط. مضارع بسيط يعني ايه؟ مضارع بسيط قلنا المضارع البسيط يعني مصدر، يعني الفعل في التصريف الاول بدون اضافات، او فعل في اس او اي اس. طب انا عارف ان كل شكل من الاثنين بيعتمد على الفعل، يعني لو الفعل بتاع حبايبي اي او وي او ذي او يو او اسم جمع، على طول الفعل بتاعي بيكون مصدر بدون اي اضافات. اما لو كان الفعل بتاعي هي او شي او ات او اي اسم مفرد، على طول حبايبي بجيب الفعل بلس اس اور اي اس. نفس الكلام هناك، بيبقى مضارع بسيط. وليه بتبقى مضارع بسيط؟ مضارع بسيط لان حبايبي الناتج هنا واحد، النتيجه واحده ما بتتغيرش او دايما بتحصل. مثال بسيط، لما اجي اقول لك مثلا اف يو هيت ووتر، يعني لو انت سخنت الميه، اللي بيحصل حبايبي هتقول لي لو انا سخنت الميه على طول الميه بتغلي، فهتقول لي it boils. هنا حبايبي جواب الشرط لازم يكون present simple مضارع بسيط. تاني if you heat، heat هنا حبايبي present simple مضارع بسيط مع you، it boils برضو present simple مضارع بسيط في اس مع it. يبقى هنا if you heat water، لو انت سخنت الميه، it boils هتغلي. ليه الاثنين مضارع بسيط؟ لان دي حقيقه. تاني حبايبي لان دي حقيقه. يبقى اذا حاله اف الصفريه بتبقى مضارع بسيط. مضارع بسيط. مثال تاني، يجي مثلا يقول لي كده اف يو بوت وود ان ووتر، يعني لو انت حطيت الخشب في الميه، ويجي يقول لي ات ويديني في الاخطاء فلوت، هتقول لي اه هي فلوت صحيح مضارع بسيط، بس حبايبي ما يمشيش مع الفعل بتاعي اللي هو ات. امال؟ قال لي لازم تبقى فلوت، لان مع هيمشي وات الفعل دايما بيكون فيه اس. مثال اخر، لما اقول لك اف يو اد تو اند تو، يعني لو انت ضفت اتنين واتنين، اكيد طبعا يو جيت 4، يعني بتحصل على 4. يبقى اذا هنا مضارع بسيط if you add مع you، you بيجي معاها مصدر، وهنا برضو get مصدر مع you، دي مضارع بسيط ودي مضارع بسيط حبايبي، لان كل الجمل دي حبايبي بتعبر لي عن fact، وfact حبايبي يعني حقيقة. طيب تاني حاجة بيعبر عنها حالة if الصفرية او الزيرو conditional هي العادات. لما يكون في عادة فبيبقى الناتج طبيعي واحد، عادة بيبقى الناتج واحد او جواب الشرط واحد، فبالتالي حالة اف هنا بتبقى present simple. present simple مثال بسيط، لو قلت اف my father feel ill he always go to the doctor، يعني بابا لما بيشعر بالمرض على طول بيروح للدكتور. هنا حبايبي هلاقي ظرف من ظروف التكرار هو كلمة always، ده جاي عشان يقول لي ان دي عادة، بمعنى ان حالة اف هنا بتعبر لي عن عادة، وطالما بتعبر عن عادة يبقى لازم الفعلين حبايبي يكونوا present simple، يعني مضارع بسيط. طيب if my father feel، هقول له اه father ده مفرد، والمفرد ما يجيش معاه مصدر ابدا، يجي معاه حبايبي فعل فيه اس. هل ده معناه ان feel مش مضارع بسيط؟ هقول لك لا، مضارع بسيط بس مع اي وي وذي ويو
والاسم الجمع. طيب هقول هي اولويز، هتقول لي اه برضو هي ما يجيش معاها مصدر، هي يجي معاها فعل في اس، فبالتالي هقول هي جوز. هقول if my father feels ill he always goes to the doctor. طيب يا مستر هي ممكن تيجي جمل منفيه، يعني ممكن يجي نافي؟ قال لي عادي خالص، في المضارع البسيط انا عارف ان النافي بتاعي بدونت او دازنت او ازنت او ارنت لو ما كانش فيه فعل معاه. طيب مثال بسيط خالص، لما يجي يقول لي if you don't water the plants، يعني حبايبي لو انت ما رويتش النباتات اكيد طبعا ما فيش غير نتيجه واحده، وهي ان النباتات دي بتموت. فبالتالي هقول if you don't water the plants they دي حبايبي عايده على النباتات، هتقول لي they die، وضاي حبايبي بمعنى يموت، تاني ضاي بمعنى يموت. يبقى if you don't water the plants لو انت ما رويتش النباتات they die. طيب يا مستر هي ممكن تيجي في السؤال؟ هقول لك عادي جدا طالما بسال عن حقايق، يعني لما اجي اقول لك مثلا if you mix، يعني لو انت خلط blue and yellow، يعني لو انت خلطت اللون الازرق مع اللون الاصفر what do you get. خلي بالك سؤالي هنا في المضارع البسيط، يعني لو انت خلطت اللون الازرق مع اللون الاصفر هيديك نتيجه واحده، فبالتالي سالت في المضارع البسيط what do you get. كمان ممكن اسال حبايبي what happens، what happens حبايبي يعني ماذا يحدث، وطبعا جبت السؤال في المضارع البسيط لان ده حقيقه. لما اقول لك what happens يعني ماذا يحدث if you put، يعني لو انت وضعت metal يعني المعدن in water، لو انت وضعت المعدن في ميه ايه اللي يحصل؟ فاكيد طبعا if you put هيبقى الاجابه بالمنظر ده if you put metal in water it sinks، وsinks حبايبي بمعنى يغوص. يبقى عادي جدا ممكن تيجي في النفي وممكن تيجي في السؤال. يبقى تاني الزيرو كونديشنال يعني حاله اف الصفريه هي حاله بتعبر لي عن حقائق وعادات، اف يجي وراها جملتين والجملتين دول في زمن المضارع البسيط. حبايبي الفعل اللي بعد اف بقول عليه فعل الشرط، اما الفعل التاني فبيبقى جواب الشرط، والاثنين كده كده present simple مضارع بسيط. Thank you very much for watching but don't forget like share subscribe and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. يلا لو ما كنتش اشتركت في القناه اشترك بسرعه، ولو ما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجيلك تنبيهات بكل الحلقات اللي جايه ان شاء الله. Goodbye. السلام عليكم.